السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو جبت لكم خبر جديد وحصري إن شاء الله لحب الله عز وجل. من المتوقع نسبة كبيرة غدا بحول الله راح تكون نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 3 جويلية بإذن الله السميع العليم. نترقبوا مع بعض إن شاء الله يوم السبت، غدا يصادف يوم السبت إن شاء الله يا ربي. الرابط الإلكتروني للحصول على نتائج البيام 2021 عبر biam.onec.dz والتي تهتم بإظهار علامات الطلاب بشهادة متوسطة في الجزائر. الرابط المباشر للحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 والمتوقع أن تعلن الموافق 3 جويلية الجاري. موقع نتائج البيام biam.onec.dz. قم بإدخال رقم التسجيل للحصول على النقاط المتوسط، وننوه بأن الموقع سيعمل مع إعلان النتائج طبقا للساعة والموعد المحدد لها. إن شاء الله راح نخبركم بالساعة المحددة. للعلم فقط يا أعزائي باللي راني حاولت أني ندخل لهذا الموقع قبل ما نعمل هذا الفيديو بثواني، إلا أني ما قدرتش ندخل، يعني تلقاوها صفحة بيضاء. هذا دليل أنه مازال ما هوش يشتغل هذا الموقع، لذلك لا حابين تشوفوا النتائج تاعكم مازال حتى يفتحوه. إن شاء الله راح نعمل لكم فيديو ونقول لكم على الساعة الفلانية والموقع إن شاء الله راه شغال.